طيب يا جماعة الخير، السلام عليكم ورحمة الله. يعني سريعا، هذه طاولتين، فكنت أريد أن أركبها يعني وأستخدمها، موجود عندي من زمن لكن كانت مفكوكة وكذا، ومع الترحيل والانتقال من مكان لمكان، فكنت أبحث عن يعني باقي الأرجل. هذه أرجل الطاولة، يعني هاي الطاولة هاي أرجلها، طاولتين اثنتين، فأريد أن أركبها، فكنت أعد الأمر يعني، فبحثت عن الأرجل، هاي واحد اثنتين ثلاث أربعة خمسة ستة، ستة، وأنا عندي طاولتين اثنتين، قلت في باقي رجلين اثنتين، يعني ضايعة، أين هي؟ بحثت في البيت ما وجدتها، فقلت خلاص وجدت الحل. إيش الحل؟ قلت لعلي خلاص أستخدم إحدى الطاولتين، يعني الحجم المناسب، هذا الحجم المتوسط جيد، خلاص أستخدم واحدة والثانية أبقيها إلى أن أجد باقي الأرجل. طيب، فمسكت الأرجل لكي أجد تمام حجمها، لأن لكي أختار أربعة أرجل متساوية لكي أستخدمها. المفاجأة، طيب، وجدت أن يعني هذا حطيتهم على سوا بعضهم البعض، ستجد أنه في ثلاثة من هذا الحجم وثلاثة من هذا الحجم. فقلت مشكلة هيك، كيف بدي أستخدم؟ يعني لا أستطيع أن أستخدمها بهذه الطريقة يعني. فورطت ورطة، قلت خلاص يعني ما في مشكلة، ما بنستخدم الطاولة وما بنخبز. بعدين تذكرت لوهلة أنه أنت من أين افترضت، من أين افترضت من عندي نفسك أنه كل طاولة بتحتاج أربع أرجل؟ من أين افترضت هذا؟ هذا على افتراض الافتراض الذهني المستبق عندك. لكن هذه الطاولة تحتاج ثلاثة أرجل، وهذه كاملة 100%، وأنت ضيعت وقتك وأنت تبحث عن الأرجل الضائعة، وليس هناك أرجل ضائعة ولا محزون، هذه كاملة كما هي. أنا لما أخبركم بهذا القصة ما لكم علاقة في الطاولة ولا يحزنون. أنا خطر في ذهني وأنا في هذا السياق فكرة أنه كيف الإنسان حتى في علاقاته الاجتماعية، يعني حتى في حياتي، أحيانا نفترض افتراضات، وهذه الافتراضات المسبقة التي نفترضها من غير دليل ولا برهان ولا نراجع هذه الافتراضات التي قد يكون لها حقيقة. يعني صحيح عادة تكون مثل هذه الطاولات تكون يعني أربع أرجل، لكن ليست كلها، فكيف تفترض أنها أربعة أرجل بدون أن تراجعها؟ وبناء عليها المشكلة، هذه الافتراضات لها أثر على الحياة في حقيقة يعني. فأنا مثلا، هذا موضوع بسيط جدا ولكن فعلا أخذ من وقتي وأخذ من ذهني، وأنه تمام إذا لم أجد ماذا سأفعل، كيف سأتخلص منها، طيب يعني كيف ممكن أستفيد منها، كيف كذا، وهي كل الموضوع أنه فقط كان بيحتاج مراجعة شيء أنا افترضته افتراض من عندي نفسي، ولا هي كان الأمور تمام. طيب خلينا نروح نركبها، جزاكم الله خير.